شبيك؟ لا ولا ولا شبيك؟ 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 لك ليه صدام؟ ليش؟ ليش؟ إذا كنت ليه وصلت على محمد باقر الصدر؟ ليش؟ لك يا يابا الساعة 7:30 وأبوك بعد ما مصلي صلاة الظهر، هاكو دين المطبخ بيك. يابا يلا. يا أنت طلعت من البيت الساعة بالأربعة وصلاة الظهر كانت الساعة بالوحدة. زين خب كان صليت وطلعت يا يابا. لك هسه أنت مشرمها، 5 أيام ما تصلي ويومين ما تصلي، امشي يلا. سوي يابا غير عندي مدرسة، هي عندي يومين سبت وأحد ويك أند فأصلي بيه. صدق على الله، دي روح ابني، دي روح يلا روح. وينك ام حسن؟ بالمطبخ. وينك؟ شو تاخرت؟ والله تعرفين اليوم ازدحام كان السوق. يا الله يلا خلينا اصلي بك. اقول لك ابو حسن، ها تدري اليوم من اتصلت بيا؟ من اتصلت بيك؟ ام جاسم. صدق على الله، ايش قلت لك؟ هسه عد تصلي وبعدين. ليش ما اقدر اصلي يا مره؟ وخليتي سالفه ام جاسم براسي، الله يخليك. زين تقول لي انه هي وام كرار متعاركين، صلهم أكثر من أسبوع صار ما قاعد يتحجون. والله ذولا بيت أبو كرار ما يستحون، يومية عندهم عركة. قبل أسبوع تعركوا ويا بيت أبو لفتة. وانتش مدري؟ أبو كرار يقول لي يابا ترى بيت أبو لفتة وايد يتعاركون، فقبل أسبوع يعني أم لفتة تحكي له كل شيء لأبو لفتة. يا أم حسن والله أنتوا الرياجيل طول عرض ما تستحون من نفسكم، إيش قد تحبون حكي النسوان؟ وش عندنا غير النسوان عيني؟ يلا وخري خلي اصلي. اقول لك ابو حسن، ها اريدك بكره تاخذني للسوق. ليش يابا؟ لانه بكره بيت ام محمد عندهم عيد ميلاد، اريدك تشتري لي هديه. الا باكر؟ اي طبعا الا باكر، بكره عيد ميلاد، اريدك هم تاخذني الساعه بالسرعه. لك يا مره باكر خميس وانت تعرفين والله صار لي شهرين ما رايح الحسينيه، والله فشله من الناس عيب. فشله من الناس؟ فشله من الناس، ما تخاف من ربك مو؟ لا اله الا الله، خليني اصلي الله يخليك، خليني اشتري اخذ كل شيء، اشتري لي شوديش السوق، بس خليني اصلي. اقول لك ابو حسن، ها اريدك تشتري تلفزيون فيديو مالتي سيستم. اويلي يابا ليش انت تعرفين التلفزيون والفيديو المالتي سيستم ايش قد غالي بالسوق؟ زين زين واذا يعني اشتري مو مشكله. لا 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 اريدك تواعدني ولا ها مثل قناتات اللي وعدتنيهن راح تشتري لياهن. إيه؟ اليوم ام حسين متصبيه قالت لي ابو حسين مشتري لها قنفات ب $2,500. بالله هذا حكي؟ ام حسين يعني احسن مني؟ الناس شو يقولون علي؟ لك عيني ام حسين مو احسن منك، بس انت تعرفين ابو حسين عنده 3 شغلات. ما تقولي لي شنو الشغله اللي عندي اني؟ الله شنو الشغله اللي عندك؟ شنو؟ فلوس الجرايد وين موديها؟ اويلي يابا انت يا معوده لك بضحي الله يخليك. شو مشكلة هاي؟ خلينا نصلي الله يخليك، وقف على صلاة، خلينا نصلي. صلي هو هذا كل اللي باقي لك. ليش يابا؟ ليش ما تعطينا على الأقل شوية فلوس تساعد؟ لك يا مرة، أنت ما تدرين أهلي بالعراق وأهل مرتي بالعراق، والله صدقيني بين شهر وشهرين أدز فلوس، وقبل فترة إجاني أحد الأخوة قال يا أبوك يتام، والله أعطيته 150. عيني يعني انت قابل خطيه مال المتبرعات. وليش يابا انا مو مال تبرعات؟ ليش انت يابا مو مال تبرعات؟ ايه ياما ناس اجوك
يسألون منك مساعدات. ايش بيهم امك؟ لليتامى والأرامل. هذول اللي فقدوا آبائهم وعزل ما يملكون. حتى على الأقل احنا شوي يصير براسنا خير. بس يعني مع احتراماتي إلك ابو حسن، بس ترى انت رجال بخيل الى درجه. لا لا ليش؟ ترى مو زين يصير ام حسن. يلا يلا خلينا نصلي. صلي صلي هو هذا كل اللي باقي لك. ليش مو راح اصلي قضا والله؟ تدرين الساعه بس ما راح تغيب الشمس. خلاص صليها قضا. جيب التربه لك. دقم جيب التربه. قوم قوم دقم جيب التربه. يلا فكرت انك تخليها لك. تجيبها يا ابني. جيب التربه لك. لك بعد دقيقه يمكن هسه احنا حتى قاعد اصلي قضا. ده صار ساعتين. يلا خليها خليها. ها مين؟ اقول لك جابر صدق صدق صدق. ها قال لك 6 شهور ما دافع ايجار. روح جيب بصل من بيت الجيران. ابوك نتى. لا اله الا الله. صدق صدق ذكرتين ام حسين. ام حسن لان خليتي سالفه ام حسين براسي. قال ابو حسين براسي. نعل على ابليسك. أنا نسيت اليوم أجيب بصل. والله همتك تنسى اسمي معناته. ها أقول لك الله يخليك. خلي يروحون على بيت نزار ليلو يجيبون لنا فت بصاية كبيرة مو صغيرة. ولك تصلي. قل له قل له مو صغيرة يجيب مثل هذيك المرة. يما مو صغيرة. كافي لك. خلينا صلي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نستعين. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. اياك نعبد وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. بيت الجيران اعطاني بصلايه صغيره. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. عجيب. هذا ابويا. قاعد يصلي. هاي جمعة. قاعد يلعب رياضة. مرة. معنا ربي. يحط براسه. مرة ينظف اذنه. ومرة ينظف لحيته. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الله ويل الله. منا منا. بسم الله. قاعد يصلي. قاعد يلبس الاغراض. رحيم بعد يزيد الخبر. رحيم بعد. لك ليش بلا صلي يعني؟ لك خليت تفكيري كله وياك يا ابني والله حرام. لا اله الا الله. دش منه بالباب شوف. يلا. بعد العصر. لا اله الا الله. ابو علي يابا خليه يدخل. انت خليه يجي يلا. تفضل تفضل. يا الله سلام عليكم. هلا هلا ابو علي. هلا عيني. شلونك ابو حسن؟ صدق ابو حسن المناظر. ها عيني على كيفك. شلونك عيني؟ الله يسلمك. حياك الله ابو علي. انا اسف ابو حسن خاف قاطعتك عن الصلاه. لا لا صلاه العصر قاعد اصليها. الله اكبر. صلاه العصر ابو حسن. ليش؟ دقيقه وتغيب الشمس. يمكن غابت الشمس يا ابو حسن. انت متاكد غابت الشمس؟ بلي متاكد. يباوع من الشباك يا ابو حسن. لا اله الا الله. ليش يا ابو حسن ليش؟ مو انا قلت افصل بين الصلاتين احصل ثواب. ابو حسن واحد يفصل بين الصلاتين ساعه ساعتين مو دقيقه والشمس قد تغيب. لا اله الا الله. اقول لك عمو. لا اقول لك الصدوق. ولك هب شكو. اصبر ليش؟ اقول لك لا بابا نمشي نمشي. دكون أني وأبويا كنا بجنتالون فتأخرنا. هاي تالي أبو حسن. شوف أبو حسن هاي تالي. تالي ابنك يطلع كذبة. مو أنت لازم تصير قدوة لأولادك يا أبو حسن. هسه ما علينا. أنا بعد نص ساعة يجيني ضيف. فلازم أروح أبو حسن. راح تجيبه وياك؟ إذا ماكو مانع ليش لا يا أبو حسن؟ يابا السالفة ما فيها. أم حسن اليوم دوختني. جابت ام حسين وجابت بيت ابو كرار وجابت ابو بيت لفته. صدقني علم اذا تاخر ثاني. ابو حسن شنو الحكي؟ هسه النسوان شو عليها بين الصلاه يا ابو حسن؟ وثانيا انت قبل ما تجي يا ابو علي خوب كان خابرت واجيت. ابو حسن انا 10 مرات اتصلت بس الخط يطلع مشغول. خرب ليسك ام حسن. يا اخي من تلزم التليفون تحكي 3 ساعات و4 ساعات. والله ذني النسوان ذبحنا. هسه الصلاه ام حسن.
التليفون ومحسنها ماتيني وحط لك ثلاث خطوط. يا بمشاكلنا ترى